حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يومياً على أرض مصر. وفي شهر رمضان المبارك حياة كريمة تواصل عملها للوصول إلى كل الأسر المستهدفة، وتواصل عمل الخير من خلال قوافل وصل الخير وتوصيل كل السلع الغذائية والمواد الغذائية الأساسية للأسر المستهدفة، وأيضا قوافل طبية تجوب كل القرى للوصول أيضا إلى كل مواطن مصري يحتاج إلى رعاية طبية. هنتكلم عن مبادرة حياة كريمة في شهر رمضان والجديد في هذه المبادرة. معنا مع حضراتكم دكتور إبراهيم فضل، مدير عام بوزارة التضامن سابقا. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا، وكل سنة وحضرتك طيب. صحيح. كلمنا يا فندم عن قوافل وصل الخير، وخصوصا انها يعني بتصل الى كثير من الاسر المصريه، وقوافل طبيه ايضا، ودور المجتمع المدني والوزارات المعنيه والجمعيات الاهليه اللي بتتعاون من خلال هذه المبادره لتحقيق الهدف. يعني اول حاجه كل سنه طيبين في شهر كريم وحياه كريمه، وان شاء الله حياه كريمه لكل المصريين على أرض مصر. وقافلة وصل الخير اللي هي مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتوصيل 1,000,000 كرتون الأسر الأشد فقرا في الريف المصري والمناطق العشوائية برضو كذلك. ديت عبارة عن دخول المجتمع المدني وكمنظمات وكأفراد متطوعين وكمستفيدين. احنا بنسميه مثلث الإنساني. مثال الإنسان الثاني دوت كل واحد فيه بيقدم ما هو يستطيعه. عندنا الضلع الأولاني هو مثلث متساوي الأضلاع عشان ما حدش يقول ده فيه ضلع أقل. الضلع الأولاني اللي هم المانحين سواء الدولة تحيا مصر أو منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو متبرعين أشخاص طبيعيين. ده المثلث الأولاني. الضلع الأولاني. الضلع الثاني المتطوعين والجمعيات الأهلية اللي بتعمل في المجال الخيري في المجتمع المحلي. الضلع الثالث اللي هم المستفيدين. كل فرد من أضلاع الثلاثة بيكن مشاعر إنسانية تجاه الآخر. بمعنى المانحين دولت سواء اللي احنا قلناهم قبل كده دولت عندهم عرفوا يقروا المجتمع كويس جدا، عرفوا احتياجاته، عرفوا إن في ناس بتعاني، لازم يشعر انسانيا ان هو داخله شعر انساني ان هو لازم يقدم لهم يد المعاونه. دي الجزء الاولاني. المتطوعين ده عشان يعمل تكافل في المجتمع ويقوي المجتمع. الاضلاع الثلاثه دولت في الضلع الثاني اللي هم المتطوعين، دول ناس بيقدموا وقتهم ومجهودهم ومعرفتهم في العمل الانساني بدون مقابل. والجزء الضلع الثالث اللي هم المستفيدين، دول ناس في حد في اهم يعني عندهم مسيس للحاجه في ظرف معين وعندهم احساس ان في حد بيسال عنهم. فلما بيلاقي ان في حد مهتم بيهم ومش ناسيهم، فالابناء الاسر احنا بنتكلم عن تكافل المجتمع في الوضع الحالي وفي المستقبل. كل ما زاد تكافل المجتمع كل ما كان ترابط اكتر. ابناء الاسر الفقيره والاشد فقرا اللي هم يستفيدين من 1,000,000 كرتونه المواد السيد الرئيس وصل الخير، دولت لما يكبروا هيعرفين عندهم خبرات سابقه ان في حد حس بيهم وقف جنبهم، فهم بالتالي هيقفوا برضه جنب من يستطيع ان يقف بجواره. فمع مرور الزمن احنا بنحس ان المجتمع بدا يترابط اكتر وبدا ينتشر فيه العمل الانساني اكتر وبيزداد المجتمع ترابط وقوه. تمام. حتى الآن نقدر نقول القوافل والمبادرة وصلت إلى أي مرحلة؟ هو في مراحل، في ناس قسمتها 3 مراحل وفي ناس بتقول لا دي مستمر لحد 2030. يعني احنا كل ما بنبدأ مثلا نوزع كمية معينة من القوافل الطبية بتنزل بتكشف تعمل تحاليل طبية عمليات جراحية، بنحس ان في زي ما السيد الرئيس بيبقى كان بدأ الأول بمجموعة صغيرة من القرى، بعد كده قال لك لا 1,000، بعد كده قال لك لا كل قرى مصر. فاحنا دايما هو العمل الخير كده، تبدا بحاجه بتلاقي في انجاز وفي تاثير على وجه الارض، في ناس بتستفيد اكتر فبيبتدي يتوسع اكتر. وزي ما احنا بنقول بنبدا الاول بسيط
اللي هو حاجه اسمها بايونير او حاجه استرشاديه، وبعد كده الموضوع نجح. فقال لك ليه مصر كلها ما تبقاش كده؟ عشان كده السيد الرئيس قال لك كل ريف مصر، كل ريف مصر يعني 4500 قريه، ولو بالتوابع يعني عندنا حوالي 29 تابع، الكفر وعزبه وحاجه زي كده ونجح. فبالتالي يعيش فيهم 58 مليون بما يوازي حوالي كده 58% من سكان مصر. هو يعني تدارك الحكومه والقياده السياسيه لتنميه الريف في الوقت الحالي ده يعني ده ارث ما بقاله عشرات السنين. يعني في تنميه في الريف ولكن مش بالطريقه اللي هي في المدن او في الحضر. في خلف توازن التنميه لجانب الحضر، وبالتالي بيحصل هجره من المناطق الريفيه للمناطق الحضريه. فيها كل خدمات المناطق الحضريه، لكن المناطق الريفيه محرومه. رغم ان هي فيها 58% من سكان مصر، 58% وعندها فيها الموارد كلها الطبيعيه. فيها الارض الخصبه، فيها المياه الخصبه، فيها المعادن، فيها القوى العامله البشريه الجباره. فبدا الريفيين ينتقلوا من الريف الى الحضر، وبالتالي بدا حصل تفريغ للريف للمناطق الحضريه. ولكن القياده السياسيه تدركت الامر، قال لك لا احنا لازم ننمي الريف، دول مصريين لازم يعيشوا كله في مساواه في التنميه عشان ما يبقاش فيه فجوه حضريه وفجوه في التنميه بين الريف والحضر. وبالتالي بدانا نعمل قوافل طبيه وقوافل وصل الخير وحياه كريمه وهكذا كل المبادرات اللي بتتم ان شاء الله على ارض مصر. تمام، هتوقف مع حضرتك ومع الساده المشاهدين، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود. طبعا دي حاجه كويسه جدا، وان الدوله بتحاول تساعد الناس اللي غلبانه والناس التعبانه بالذات في المناطق اللي هم موجوده بره القاهره، ودي بتبقى حاجات كويسه جدا للناس دي برضو محتاجه في ظل الظروف اللي حصلت طبعا ما بين الكورونا وما بين الحرب اللي شغاله ما بين الغلاء اللي موجود ده. فطبعا ده من اهم دور الدوله ومن اهم دور كمان مؤسسات ان هي تساعد الدوله كمان في الحاجات دي. ان هذه المبادره الجميله جدا اللي قامت بيها الدوله واللي ساعدوا فيها رجال الدين والمنظمات المدنيه والوطنيه وساعدت فيها الاحزاب المصريه، كل هذه الامور دي كلها بتغطي وقطاع كبير جدا من فقراء المجتمع، لان احنا عندنا فقراء في جميع محافظات مصر. فكون ان انا بحارب الفقر بان انا بساعد الناس الفقراء دول انهم يشعروا بادميتهم، يشعروا ان هم يعني مناسبه سعيده زي دي، ان الدوله واقفه معاهم، ان الدوله بتشعرهم ان لازم يفرحوا، ان لازم ينبسطوا. المجتمع المدني لازم طبعا بينزل وبيشوف الناس وعلى الطبيعه. خدت سعادتك، والحكومه برضه ربنا يكرمها ويصلح حالها على قد ما بتقدر بتعمل للمواطن عشان بيحس بالحاله المعيشيه بتاعته في تحسن واستمرار بامر الله. يعني مؤسسات المجتمع المدني لازم يكون ليها دور اكبر من كده، وما يبقاش في لحظات بس الغلا، لا انا عايزها تكون طول السنه، لان مشاركه المجتمع المدني لكل المشكلات اللي بنمر بيها سواء كان الوسط الفقير او الغني ده بنلاقي فيه تلاقي، المجتمع بيتلاقى مع بعضه والغني بيحس بالفقير، ويا ريت تكون طول السنه. رجعنا مع حضراتكم مره ثانيه، لازال معنا ومعكم دكتور ابراهيم فضل مدير عام بوزاره التضامن سابقا. اهلا بك يا دكتور مره ثانيه. وكنا بنتكلم عن مبادره حياه كريمه وقوافل الخير ومبادره وصل الخير لكل الأسر المستهدفة في الريف المصري وأيضا في كل مكان على أرض مصر. من ضمن يعني المشروعات أو من ضمن الأهداف لهذه المبادرة يا دكتور أيضا المشاركة في تخفيف الديون أو سداد الديون عن المواطنين، وأيضا تجهيز العرائس والجواز والزيجات المختلفة اللي ممكن تكون لها عبء مادي على الأسر في هذه المناطق. فبالتأكيد أن المبادرة لها نقدر نقول إيجابيات ولها انعكاس إيجابي على حياة الأسرة المصرية في كل يعني مجالاتها. تمام، شوفي حضرتك، مبادرة حياة كريمة دخلت في جميع مناحي الحياة اللي بتخص الإنسان. يعني هتلاقي في الناحية التعليمية، الناحية الصحية، الناحية الاجتماعية. في عندنا من ضمن الآثار الإيجابية احنا هنقول لحضرتك دلوقتي التخفيف من حدة الفقر، ودي أهم مشكلة بتعاني منها الأسر في المناطق الريفية.
وده الحكومه عملت حاجتين او المبادره عملت حاجتين بمعنى اصح. الجزء الاولاني ان عملت عمليات تدريب وتاهيل مهني للنساء والشباب من الجنسين. اتاهل مهنيا، وزي ما احنا عارفين ان الفقر مش فقر مادي فقط، الفقر هو فقر قدرات. فاحنا في عندنا مشكله، مش حكايه ماديه بس، مشكله ماديه، في مشكله في القدرات. لازم نرفع قدرات الناس، وبالتالي بدانا نعمل لهم دورات تدريبيه لرفع مهاراتهم او اكساب مهارات جديده. الجزء الثاني هو خلاص اتدرب. طب هيعمل ايه؟ يا اما يشتغل عند نفسه، يفتح مشروع خاص بيه، او يشتغل عند الغير. طب هو معهوش فلوس. بدانا نعمل له قروض. احنا عملنا قروض بحوالي 844 مليون جنيه. ايه وفرت حوالي 123 ألف فرصه عمل. ده رقم كبير يعني خلاص، يعني سنتين بيتعمل رقم ضخم جدا. وبالتالي عمل مشروع، بدا يبيع المنتج، سواه كويس، زاد الدخل، بدا يرتفع مستوى الدخل بتاعه. وارتفاع مستوى الدخل دوت ليه اثر تاني كبير. الاثر بقى اللي هو بدا لو ابنه كان مضطر ان هو يقعده من المدرسه عشان يشغله وهو مصدر دخل، بدا خلاص يسيبه في يتعلم خلاص. فرص عمل اتوفرت، البطاله قلت، يبقى زاد دخل. البطاله انخفاض مستوى البطاله، تحسن الرعايه الصحيه. وزي ما حضرتك سبق وقلتي، الرعايه الصحيه دي مكون اساسي من مكونات حياه كريمه. القوافل الطبيه، الوحدات الصحيه اللي بتتطور واللي بتتبني، تاهيل المستشفيات او بناء مستشفيات جديده، امداد الوحدات الصحيه الموجوده حاليا بالكوادر والتجهيزات الطبيه والسيارات الطبيه المجهزه باحدث الوسائل، عمليات جراحيه، كشف وصرف علاج مجاني، تحسن الحاله الصحيه. طالما تحسن الحاله الصحيه قدر يشتغل الريفي من هنا، بدا يروح العمل بتاعه بصحه كويسه، بدا الفلوس اللي هو كان مصرف على العلاج قبل كده تتوفر، بدا يزيد الدخل هنا. المبادره دخلت برضو من النواحي الاجتماعيه، ودي أهم نقطة إحنا كنا بنواجهها في موضوع الحياة كريمة. حضرتك عارفة إن في بعض القيم بتبقى موجودة في المناطق الريفية بتختلف عن المناطق الحضرية. والمجتمع هناك ذكوري أكتر من اللازم، يعني بيتحكم أكتر في المرأة وفي الحياة المعيشية هناك. فالوعي عندهم محتاج يعني شوية تطوير. تغيير اتجاهاتهم، تغيير القيم بتاعتهم تجاه ما يحيط به من أعضاء الأسرة، خاصة الإناث. عملنا برامج توعوية كويسة جدا، بدأ لها أثر إيجابي، بدأت المرأة تدخل مجال العمل، بدأت تعمل مشروعات، بدأت كمان تنطلق وتندمج في مجتمعات منظمات المجتمع المحلي، يبقى لها دور وبقت رائدة من رائدات المجتمع المحلي، بنسميهم احنا الرائدات الريفيات. دخلت المرأة هنا في مجال العمل وفي مجال العمل العام بالذات، وحصل لها عندها انفتاح خارجي، بدأت تخرج من القرية، بدأت تبيع منتجاتها بره، تشتري مواد خام، بدأت تسوق. حصل نقلة نوعية في عملية الوعي لدى الذكور ولدى الإناث بصفة عامة في الريف. الحاجة الثالثة احنا قلنا الصحة بقى عن طريق الحاجات اللي احنا قلنا عليها قبل كده. بدأت النواحي التعليمية، إنشاء مدارس جديدة، تطوير فصول قائمة موجودة. الحاجات دي كلها بدأت كثافة الفصول تنزل. يعني احنا عندنا في الأمم المتحدة معرفة للفقر متعدد الأبعاد، منه إن لا يبقى في أكسس لي أو إمكانية الوصول للفصول للمدارس. المدارس فيها كثافة عالية جدا، المستوى التعليمي بينخفض حتى وجودته. يبقى احنا عايزين نعمل جودة تعليمية كويسة، لازم انخفاض عدد التلاميذ في الفصول. وده مش هيجي، ده مش هيجي كده، لازم جاء عن طريق المبادرة. بدأت المبادرة تعمل فصول جديدة، تنشئ مدارس جديدة، تحسن مستوى المدارس الموجودة، بدأ ينخفض مستوى التلاميذ أو عددهم في الفصول، وبدأت جودة التعليم ترتفع، وكذلك تأهيل المعلمين. يعني خدنا المبادرة، خدت المنظومة التعليمية بالكامل، مدرسين، أبنية تعليمية، والتلاميذ في نفس الوقت. تمام. وزي ما قلنا في حوارنا، من ضمن أيضا يعني الاهتمامات في
مبادرة حياة كريمة هو أن كل فرد في الأسرة المصرية وخاصة في الريف المصري يشعر أنه منتج. كل فرد في الأسرة المصرية في الريف المصري يشعر أنه يعني له حقوق يمارسها وعليه أدوار يقوم بها أيضا وعليه واجبات، خصوصا الأطفال مثلا اللي عندهم مشاكل صحية، ذوي الهمم، فترة الشباب أيضا فترة هامة جدا في هذه المرحلة، ويمكن في هذه المناطق بالتحديد بيكون أطفالنا من ذوي الهمم أو شبابنا من ذوي الهمم محتاجين نظرة خاصة ورعاية خاصة. من اللي عملت المبادرة من سنة، بصي المبادرة ما سابتش فرد من أفراد الأسرة إلا وتدخلت معاه تدخل مباشر، منهم إخواتنا ذوي الهمم كل احتياجاتهم، أطراف صناعية، كراسي خاصة بالتنقل، عمليات جراحية، فرص عمل وقروض كذلك. وبالتالي احنا قلنا نقلة نوعية لذوي الهمم برضو كذلك كفرد أساسي من أفراد المجتمع، بل بالعكس الدولة بتتدخل معاه أكتر من الشخص الطبيعي، سواء بقى بالتعليم، سواء بالرعايه الصحيه، سواء بالمشروعات، سواء بامداده بالتجهيز حتى الورش اللي هي بتختص بالتجهيزات الخاصه بذوي الهمم. بدات الدوله والحياه كريمه تهتم بيها، تعمل مصانع خاصه بهذه التجهيزات وتمدهم فيها باسعار مناسبه. احنا دخلنا بذات اسعار مناسبه عشان عارفين ان في مشكله اصلا في الريف، مشكله التدخل، الدخل بتاع ذات الدخل. هل بالفعل نقدر نقول أنه بدأ في الريف المصري نلمس نتائج المبادرة الإيجابية؟ طبعا النتائج الإيجابية اللي احنا قلنا قبل كده اللي هو زيادة الدخل، زيادة انخفاض الأمية، يعني احنا حتى المبادرة عملت محو أمية ل 3000 واحد. التعليم، نسبة الالتحاق بالتعليم زادت، البطالة انخفضت. في حاجه كمان مهمه جدا اللي هي احنا اي بص حضرتك عندك ال 17 هدف بتوع السستينابيلتي ديفلوبمنت اللي هم بتاع التنميه المستدامه، تمام، اللي بتاع اللي هو عامل في باريس سنه 15 لحد سنه 30، ورؤيه مصر 2030، واهداف المبادره كلها بتنقسم لثلاث ابعاد، كلهم كل واحد من دول ثلاث ابعاد، جانب اقتصادي، جانب اجتماعي، جانب بيئي. الجانب البيئي اللي احنا بنهتم بيه في الريف خاص بمياه الشرب والصرف الصحي وجمع القمامه وتدويرها فيما بعد. يعني هقول لحضرتك 33% من قيمه المبادره كلها راح للصرف الصحي. رقم صادم. هنشوف حضرتك المبادره كلها 800 مليار. لما يوصل مثلا حوالي 300 مليار او اقل شيء بسيطه للصرف الصحي بس، يبقى في مشكله كبيره هناك، مشكله بيئيه. والمشكله البيئيه ديت بتنعكس على الصحه، وبتنعكس على عدد ساعات العمل، وبتنعكس على التعليم. فدي البعد البيئي اللي احنا قلنا عليه. دخلت الدوله عملت محطات رفع ومعالجه المياه الصرف الصحي، عملنا وصلات صرف صحي لحوالي 5800 منزل، ومياه شرب 4350 منزل. ده غير بناء الأسقف. الأسقف ديت اللي هي في الريفيين، احنا شفنا قبل كده كنا بنشوف قرى بيحصل لها يعني لا قدر الله حرائق كتيره نتيجه الأسقف. عملنا بتاع حوالي يمكن 14000 سقف. يعني ده غير تأهيل المساكن، ده أسقف فقط لا غير. لأن عارفين الأسقف لا بتنفع لا صيف ولا شتاء، اللي هم بالطريقة الغير علمية اللي هي معمولة بالطريقة القديمة. لا في الشتاء المطرة بتنزل وبيحصل لها عمل تخمرات وبكتيريا وفطحالب وفطريات وبتنزل المية على الناس، فما كانتش حياة آدمية. تنبهت الحكومة والقيادة السياسية في هذا الوقت لذلك، وبدأت نعمل نخل حاجة اسمها سكن كريم. سكن ده كريم دخل فيه حياة كريمة وبدأ ينتشر، وطبعا التمويل جاهز. بدأ زي ما احنا قلنا ان المساكن الريفية، ودي هتبقى في الثلاث مراحل، يعني احنا شفنا ان المساكن اللي هي حصل لها تأهيل او حصل لها بناء أسقف، كميات ضخمة جدا من المساكن، وعملت تغيير نوعي لحياة السكان.
وبالتالي احنا عندنا دلوقتي في حاجات خاصه بالاسكان وبالمياه والصرف الصحي. تمام، هتوقف مع حضرتك لنخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوارنا. قافله الخير طبعا دي مش عايزه كلام، الناس اللي هي مقتدره واللي بتعمل خير كتير والبلد اهي مليانه وفيها كتير الحمد لله رب العالمين. اول حاجه دي حاجه بتتعمل لله كويس، وربنا يعني يحسن ويستر بلدنا، لان بلدنا بلد جميله كويس فيها ناس طيبه وناس كويسه وناس تحب الخير. بشوف كراتين كتيره قوي بتنزل في مناطق زي شبرا، شبرا فيها مناطق عشوائيه كتير، وفي على فكره عديت في جزيره الوراق في مره لقيت في كراتين هناك بتتوزع، ما شاء الله عليهم يعني ربنا معاهم بصراحه يعني كتر خيرهم، بيراعوا ناس كتيره بصراحه يعني. دايما المعهود في شهر رمضان عمل الخير يعني، والقافل بالذات في التوقيت الحالي يعني وازمات الدولار وكده، فهي شيء كويس جدا بيظهر معاني التكافل ومعاني التضامن الاجتماعي اللي دايما يعني بتتمثل في شهر رمضان المبارك. يعني موضوع جميل والله، بيساعد الغلابه والفقراء والمساكين وحاجه كويسه يعني، خدت بالك دي حاجه جميله في شهر رمضان، وربنا يخلي الناس ويزيدوا من نعيم الله. انا ومعكم دكتور ابراهيم فضل مدير عام بوزاره التضامن سابقا، اهلا بك يا دكتور مره ثانيه. سلم حضرتك. وفي ختام لقائنا واحنا بنتكلم عن قوافل الخير وقوافل وصل الخير ضمن مبادره حياه كريمه، ايه رسالة أو الإضافة اللي تحب حضرتك تضيفها في ختام هذا اللقاء؟ الإضافة والأهم شيء اللي احنا عايزين نقوله أن أبناء المجتمع المحلي في الريف المصري في المناطق العشوائية يحافظوا على مكتسبات المبادرة اللي قدمتها ليهم المبادرة، لأن هذا الموضوع صعب جدا تكراره مرة أخرى، تكاليف عالية جدا، في قيادة سياسية مؤمنة بالتغيير، فأرجو الحفاظ على مكتسبات المبادرة. تمام، علشان يجنوا ثمارها. تمام، بشكرك جدا يا دكتور. دكتور إبراهيم فاضل مدير عام بوزارة التضامن سابقا، شرفتني يا دكتور. ربنا يحفظك. وغدا حلقة جديدة على أرض مصر.